شأنية سياسية الآن، حيث امتنعت التشكيلة السياسية ذات التوجه الإسلامي عن تلبية الدعوة التي وجهتها لها أحزاب التحالف الإسلامي بغية الانضمام إلى تحالفها والاندماج في مبادرتها حول لم شتات التيار الإسلامي. يقول طاهر بن سينا: أيادي ممدودة لهؤلاء يعني، وهم حاضرون أيضا، إما حضروا برؤسائهم أو بممثليهم. هي دعوات صريحة من قادة التحالف الإدماجي للم شمل الإسلاميين تحت سقف واحد، دعوات لم تلقى آذانا صاغية من قبل الأحزاب الإسلامية على غرار حركتي حمص والإصلاح، والتي ترى في المبادرة مغامرة أخرى من التيار المعارضة يصعب خوضها قبل التشريعيات. لازم ندرس الموضوع ساعة بعد شهور، وكي تدرس فقط في جانبه الانتخابي، اما الاندماج هذا مستبعد من جهتنا، يعني ماناش فاتحين هذا المجال خلاص. كي تقول اندماج معناه كان حزبين اصبحوا حزب واحد، هذا قرار مصيري لكلا الحزبين اللذان يريدان ان يندمجا. يعني ربما كنت تكلموا على الاندماج بين حركه النهضه وحركه جاب الله، القرار اتخذ في المجلسين. تجاوز الحسابات الضيقة ولم شمل الأحزاب الإسلامية بات أكثر من ضرورة لصون الوحدة الوطنية، هو ما تدعو إليه بعض الزعامات من الأحزاب الإسلامية. الذهاب إلى أسرة سياسية عريضة القاعدة مطلب وطني كبير، يساهم في أولا طمأنة الرأي العام الوطني، وثانيا جمع الأصوات المشتتة في الانتخابات. على الرغم من تمكن بعض أحزاب التيار الإسلامي من التكتل تحت عباءة واحدة لتثبيت تواجدها في الساحة السياسية، إلا أن عقدة الزعامة ما تزال تشكل حاجزا عند بعض الأحزاب للدخول في تحالفات عشية الانتخابات التشريعية